أهلا بكم إلى تفاصيل. نبدأ من الملف السوداني مع تصريحات رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأن اتفاق اليوم انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال، مؤكدا أن أبواب البلاد مشرعة لاستماع أو استيعاب جميع أبنائه ومكوناته. وبدورها مشاهدينا عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان ابتسام سنهوري أعلنت تفاصيل الاتفاق حول هذه الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة، مؤكدة على السعي لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل. وأوضحت أيضا سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القانون ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق. وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا، وقالت إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلمان يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية. واعتبرت أيضا عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير اعتبرت إذن أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه ستتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان. قوى الحرية والتغيير إذن العضو أكدت أيضا أن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، لكن قوى الحرية والتغيير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي هم من المدنيين، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي الذي لن يكون أعضاؤه أكثر من أو من مزدوجي الجنسية، وأن رئيس مجلس الوزراء سيتولى تعيين حكام الولايات.